سلامة. سلامة، كيف؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. أتمنى روحك؟ الحمد لله كله تمام. عمري؟ عرفنا عليك. اسمي يوسف رباح من الأردن. مرحبا بك. شرفنا ستي. زيارة سياحة أو عمل؟ سياحة وعمل نفس الوقت. الحمد لله. أول مرة تجي تونس؟ أجي تونس ما شاء الله، هذه ثاني مرة أزور فيها تونس، ونشكر الشعب التونسي والقيادة التونسية على حسن الترحيب والحفاوة ما شاء الله. ايه رايك هكا في تونس؟ شنو الاماكن اللي عجبتك؟ الحمد لله زرت المرسى وسيدي بوسعيد وبنزرت وبازينه، واليوم زرنا الاسواق القديمه، والحمد لله الامور باهيه والامور طيبه، والله يديم الخير والامن على تونس ان شاء الله الحبيبه. ان شاء الله. ان شاء الله. في اول زياره ليك تمكنت من زياره الاماكن الكل ولا ما كانش ليك وقت؟ لا والله اول مره جيت، اول مره اسبوع ما قدرت غير ازير بس قمرت وسيدي بوسعيد والمرسى. المره هاي الحمد لله رحنا بازينه، بنزرت، تستور، يعني رحنا اماكن. مدتها المره هي اسبوعين، كان معنا وقت الحمد لله رب العالمين. بين الاردن وتونس اكيد فما اختلاف. والله اختلاف ايوه، حتى بالنسبه للاعراس عندنا يعني العريس يدفع كل شيء في الاردن، اما هنا بتونس اشوف العريس يعني ما يدفع كل شيء مهر. صارت عرس تونسي؟ والله امبارح كان بالفندق في عرس فسالت على موضوع المهر، فقالوا هنا ليش احنا مهر؟ ما في مهر، الاردن والله في مهر، يعني كل شيء على العريس. من باب الغرفه لا كل شيء، الثلاجه، التلفزيون، كل شيء على العريس، العروس ما تدفع، ما تساهم بشيء بمجهودها. بس جهاز. جهاز كله على العريس، كله على العريس. جهاز الكل. حفلة الخطبة على كل شيء على العريس. قديش المهر بتاعكم؟ والله يختلف، يعني حاليا المهر حوالي أقل مهر حوالي 20,000 دينار تونسي. أنت متزوج؟ الحمد لله متزوج زمان. طيب أنت زوجنا زمان الحمد لله رب العالمين، الله يخلي لك أولادك إن شاء الله. أولادني إن شاء الله، عقبال ما تتزوج إن شاء الله. يعيشك. شو زاد اللي عجبك في تونس؟ والله الحمد لله الاكل التونسي طيب، والشعب التونسي دائما مبتسم ومرحب الحمد لله. اكل مثلا الاكل الفيل اللبلابي، الكفتاجي، كل الاكل التونسي طيب، كسكسي الحمد لله كله طيب الحمد لله رب. والحوت، الحوت ممتاز، والعلوش. عندك فكره بالبيه معناتها؟ الحمد لله الحمد لله، الله يديم عليكم الخير والمحبه والاستقرار ان شاء الله، والامن على تونس وشعب تونس والقياده التونسيه ان شاء الله، وان شاء الله تشرفونا بالاردن ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لكم على شو مثلا الحاجات اللي انت بالحق بقات في مخك وديما هكا وليت تعرف بها تونس؟ تونس يعني اعرف انه شعب يتكلم مثلا الفرنسيه اكثر من العربيه، لاحظت اتغلب مرات في اللغه، يعني صراحه احنا عشان نتكلم الانجليزي في الاردن فانا صعب تلاقي حدا يتكلم انجليزي، فكله اغلبيته بالفرنسي، تروح مطعم تلاقي المنيو بالفرنسي مثلا، فهي مرات تسبب لي مثلا احراج تاسى بالناس اللي جنبي، مثلا ترجم لي شيء مع العربي في جلاس، في عرفت كيف؟ زي هيك برضه في معاني كلمات، يعني احنا مثلا نحكي لواحد بس يشتغل الله يعطيك العافيه، العافيه عن الصحه عندكم، العافيه النار، فلما تقول لواحد الله يعطيك العافيه تقول لك الله يعطيني النار، يعني فهذه اختلاف لك موقف هيك. طبعا صار لي موقف، تعلمت ما اقولش لحد الله يعطيك العافيه بالمره، يعطيك الصحه، تقول عافيه يزعل. يعني موقف مشابه ان قلت لتونسي يعطيك يعطيك العافيه، قال الدكتور ايش تعطيني النار، احنا في الاردن نقول يعطيك العافيه، انا يعطيك الصحه، يديم عليك الصحه، فاختلاف مرات الكلمات من دوله لدوله تعمل مرات احراج يعني، بس ان شاء الله شعب متفهم وما شاء الله عليه. يفرحوا بك، يفرحوا انك انت اجنبي يعني. يرحب الحمد لله، وكل يساعد الحمد لله رب العالمين، ما فيها يعني الحمد لله كلهم محترمين ورحبوا بالسياح الحمد لله، وكثر السياحه ان شاء الله في البلد ان شاء الله. كما حكيت لنا انك انت هذه الزياره الثانيه، يعني نجموا نلقاوك في زياره ثالثه رابعه ان شاء الله. ان شاء الله انتم بعدوا لي دعوه تكت الطياره والحجز واجب مباشره، واجيب العائله. مع العائله ان شاء الله، بعتينا احنا خمسه ان شاء الله، خمس تذاكر مع الفندق، نيجي بكره ان شاء الله، ما عندنا مره ثانيه. مرحبا بك. تسلم تسلم. ان شاء الله يفتح خط سياحه الحين، في خط سياحه ان شاء الله يصير بين الاردن وتونس عن طريق وزاره السياحه التونسيه ووزاره السياحه الاردنيه، ان شاء الله تنزل اسعار التذاكر. فما يعني خط الحين انهم يفتحوا خط جديد يعني عشان يجيبوا السياح تصير بين تونس والاردن. حاجه جديده انه فما خط بالشغل. اسعار التذاكر غالي يعني، التيكت لحالها 600 بأربعة تقريبا، جيت من الاردن رايح جاي حوالي 2500 دينار تونسي التيكت لحالها تذكره. فحاليا ان شاء الله في مشروع انه يصير تعاون سياح وينزلوا اسعار التذاكر مع الفنادق، يصير تبع مشروع العمل بتاعك. شو تبع المشروع العمل؟ لا انا بس، لا انا وانا بالطائره شفت جايين من مكاتب سياحه اردنيه، كان معنا ناس وجايين بالتنسيق مع وزاره السياحه التونسيه دعوه، اختموا على الحمامات وسوسه
ويشوفوا المناطق الاثريه في تونس عشان يجيبوا سيره في تعاون بالجروبات السياحيه الاردنيه بين تونس وتونس والاردن. جديد انه باش يتم فتح خط. والله ممتاز، تشرفونا انتم واحنا بنشرفكم ان شاء الله، وتصير الاسعار رخيصه، لانه احنا مثلا عندنا من عماله تركيه رخيصه يعني حوالي 300 دينار باربع، يعني 1200 دينار تونس مع الطائره مع الفندق، حوالي 1200 دينار تونس تقعد اربع ايام بتركيا باسطنبول مثلا او انطاليا، بس هنا غالي. الحين ان شاء الله صار الامور هاي مشيت، فان شاء الله تلاقي البلد مليانه اردنيين ان شاء الله عندكم. مرحبا بكم. وعند تونس الخضره مشهوره، واحنا من زمان تونس خضره، في سبحان الله خضره على طول، كل مناطق ما شاء الله حلوه وخضره. وانت توا معناها قريب تروح للاردن؟ يوم الاثنين ماشي الاردن بعد بكره. كان نفسنا نكون اكثر الوقت ونستمتع اكثر في الطعام التونسي، ومع نعتبرهم اسره واحده، واهل اهلنا تونس يعني بلدنا الثاني ان شاء الله. الهدايا اللي خذيتهم من عائلتك من تونس؟ في تعرف زي التقليد التونسي، زي كذا حبوا زي التقليد التونسي، ملابس يعني زي هذا اللي اخذته، ملابس. ملابسك؟ انا اشتريت لولد الحين حتى بلوز عليه علم تونس، رسمه تونس للذكرى. انه احنا انساب، خاصه وانه ضحى العريبي ماخذه اردني. هاي تبعت المكس. ايوه مكس، مظبوط، سمعت هذا تبع اليوتيوبر ميكس، كان صوروا حتى برنامج في عندنا في داخل منطقه. يعني احنا انساب. اهلا ونتشرف يا سيدي، كثير في اردن، في توانس كثير عندنا، حتى اللي يدرسوا عندنا في المدارس اللغه الفرنسيه اغلبيتهم من تونس، من المغرب العربي، يعني من تونس او الجزائر او المغرب. انا انساب والله، حاليا شفت حتى بالطائره كان معي توانسه برضه متجوزين اردنيات او تونسيات متجوزين اردنيين، يعني ما شاء الله في زي الاسره الواحده. ان شاء الله ان شاء الله بنكون في المستقبل يكثر عمليات النسب بين الاردن وتونس ان شاء الله. ان شاء الله مثلا تجيك فرصه انك تبقى تعيش في تونس؟ والله يا ريت ان شاء الله، بس نتقاعد نجيب الاولاد نيجي تونس نعيش ان شاء الله، بس نطلع التقاعد. بلد حلوه ما شاء الله، وتعليم فيها باهي، والشعب طيب، والحياه في استقرار، اهم شيء استقرار وامن الحمد لله رب العالمين. والجو زي جونا حلو، حتى براد ما شاء الله وعلى البحر، ف حلوه طيبه. تجيب تونس تتوحش الاردن ولا كانك في بلادك؟ لا الواحد تعرف يعني بيفتقد برضه يعني اولاده واسرته في الاردن، تعرف الغربه هذه في الاخير، عرفت كيف علي؟ بس نعتبر هذه بيتنا يعني حاليا، وكلنا احنا والتوانسه ما شاء الله اخوان يعني، والشعب طيب كثير. والله يوفقكم ان شاء الله، ويوفقكم بعملكم، ويوفق الشعب والقياده التونسيه ان شاء الله، وديم المحبه بين الشعب التونسي والشعب الاردني ان شاء الله، والقيادتين ان شاء الله. خليلك كلمه الختام. نشكركم على اللقاء وعلى حسن الضيافة، نشكر الشعب التونسي على حسن الضيافة والاستقبال إن شاء الله، وإن شاء الله نعود في المرات الثانية ونعمل لقاء ثاني معكم إن شاء الله. إن شاء الله. عيلتك شنو تحب تقول؟ عيالي أقول لهم والله انتظروني إن شاء الله يوم الاثنين، أصل لكم إن شاء الله في البيت إن شاء الله مساء. حضرها مفاجئات؟ أكيد الهدايا معي إن شاء الله. أهم حاجة مفاجئة. الحمد لله الحمد لله. تروح من غير مفاجئة؟ برضو أهم شيء أبوهم رجع لهم بالسلامة. مش مهم يعني، اهم شيء الواحد يرجع بالسلامه. غشوش؟ لا ما تغشوش، اهم شيء رجعت بالسلامه. هم فهم هذا الشيء. ترجع بالسلامة. ان شاء الله تسلم تسلمي، ونشوفك على خير وصحه ان شاء الله. شكرا.